هي الرسالة المضبوط مش بس للصبايا، مع إنهم هم أكثر فئة مستهدفة بهذا المجال، هي كمان لأسرهم وللبيئة اللي بيعيشوا فيها. كلية هندي الحسيني مؤسسة مستهدفة موجودة في قلب القدس. خريجات كلية هندي الحسيني إلهم مصداقية كبيرة جداً وبتفتح لهم أبواب. ما بنسى اليوم اللي دكتورتي نادتني فيه وحكت لي أنوار مبروك، نعرض مشروعك بالمجلة العلمية، مجلة إيطالية عالمية. في القدس ما لا يوجد أي كلية خاصة في البنات، واللي كمان هذه تعتبر ميزة لكثير من الأسر الفلسطينية. كمان الكلية بتعطي فرص، بيستطيع المتزوجات اللي عندهم مسؤوليات عديدة كمان إنهم يرتادوا هذه الكلية، وفي تسهيلات اللي بتتقدم للفتيات في الكلية، لأنه هذا مش مجرد صرح للتعليم وإنما هو كنز فخم بحد ذاته. هند الحسيني فيها كادر أكاديمي، قد ما تتعلمي منه بتتعلمي نقطة ببحر عميق. من خلال هذا الإشي أنا بوجه رسالة شكر للأساتذة اللي كتبوا بيراعهم قواميس المواد والعطاء. الأهل بالغالب بيحسوا بالأمان لما يكونوا بناتهم في كلية بنات، وهذه كانت فكرة الست هند الحسيني رحمها الله، اللي ما كانتش بتؤمن بالفصل بالتعليم. كانت تعرف إنه العائلة الفلسطينية نسبة كبيرة منها، العائلات الفلسطينية والمقدسية، ممكن تحرم بنتها من فرصة بالتعليم عشان ما عندها قبول لفكرة إنه بنتها تدرس في مؤسسة مختلطة. فتحت هاي الكلية بإشي ما بتتفق تماماً مع توجهاتها ومع فكرها، بس هي كان عندها فهم لواقع مجتمعي بتعيش في ضمنه وسياقه.